Alors, ana j'ai deux romans li haddi l'an. La journée l'ouel diali huwa Journey to Inspiration, li hiya qissa تدخل في اعماق التاريخ ديال التاريخ المتوسطي Mediterranean history لتدوز الاحداث ديالها في ابتداء من الولايات المتحده الامريكيه مصر اليابان طبعا المغرب موريتانيا الطنجيه تاريخيا مؤخرا عاد خرجت رواية ديالي جديدة في هاد ماي اللي سميتها Love and War اللي هي رواية بلوس literary fiction linear يعني قصة كل قصة تدوس في Le Monde Moderne 2023 الأحداث ديالها تدور في نيويورك وباش ما نسبويليش القصة فوالا ça montre un peu كتبين لي ليميت ديال لا موراليتي في لا سوسيتي مودرن اختيار الانجليزيه ديالي كان سورتو تحدي لراسي لانني كنت في هذيك الفتره كنعقل عليها في سبتمبر 2020 كنت كتبت واحد المقال على غوداس ديال الكره كنت انا عاشق ديال الغوداس بزاف وكنت هذا كتبت واحد المقال على الغوداسات على سوق الغوداسات في المغرب فوالا باش تكون ترجمه هذا فوتبول بوتس ماركت ان موروكو في 2020 وكنت نشر في واحد الموقع ياباني مختص في الموضوع وداك لارتيكل كان لقى اقبال كبير من عند لا كوميونيتي ديال عشاق هذا غوداسات فوتبول بوتس كو سوا من الميريكان من المكسيك من اليابان من هذا فوالا وانا لقيت داك لارتيكل كنت كتبته بالانجليزيه لان الانجليزيه هي اللي كانت اللغه دومينونت في هذاك المجال ونشرت المقال وقلت راسي واش ممكن نمشي بعد واش ممكن ندير اكثر والنتيجه ديال التحدي هي Journey to Inspiration